وكشف الفنان محمد رمضان سبب تغيير اللوك الخاص به بعد حلاقة شعره زيرو. وقال محمد رمضان خلال بث لبرنامج اي تي بالعربي أن حلاقة شعره يرجع لفيلمه الجديد على زيرو، الذي من المقرر أن يطرح في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة. وأضاف: حلاقتي لشعري لها علاقة باسم فيلم عزيرو والذي أصوره حاليا، مشيرا إلى أن الدور يتطلب منه فعل هذا الأمر. يوجد إحدى المشاهد في الفيلم الذي تتطلب منه أن يقوم بحلاقة شعره، ويجب أن يتصور هذا المشهد وإن شط في سياق متصل. أعلنت شركة العدل جروب انسحاب فيلم عزيرو للفنان محمد رمضان من موسم عيد الأضحى 2023، وذلك بسبب عدم الانتهاء من المونتاج والموسيقى التصويرية. نشر العدل جروب بيان على حسابه على انستغرام، جاء فيه: نظرا لعدم الانتهاء من تصوير فيلم عزيرو ومن ثم اعمال ما بعد التصوير من مونتاج وموسيقى تصويريه وميكساج، وحرصا على الشركه على خروج الفيلم بالشكل اللائق احتراما لتاريخهم.